أجيب منين؟ دي أكتر كلمة بتتقال في رمضان، أكتر كلمة بتسمعها الزوجة من زوجها، أكتر كلمة بيسمعها الأولاد من والديهم، أجيب منين؟ 5 جنيه عشان عملت حمام والراجل وأنا خارج قال لي كل سنة وأنت طيب، حاجة ساقعة عشان الحر، 4000 جنيه خسارة وتلف قضاء وقدر، إجمالي مصاريف 921,000 جنيه. جنيه وقليل الأدب شفنا معاه العجب، غلى الرخيص وبناه الدلع والعلا. يجي رمضان من هنا تتعفرت الميزانية، يجي رمضان من هنا والمرتب يطير، يجي رمضان من هنا وتكتر الخناقات في البيت. ليه؟ لأن كل بيت عايز يبقى زي البيت التاني، وكل سنة عايزين نبقى زي السنة اللي فاتت وأفضل، نشتري مكسرات، أكل رمضان كل يوم بوجبة، وكل يوم في عزومة، وكل يوم بحاجة مختلفة، وكل يوم بحلويات مختلفة، والميزانية بتبوظ. إيه ده؟ نازل من بيتنا من غير فطار وجايب عماص ما كملتش نوم؟ أنا عايز أصحابي اللي بيقولوا لي خربانة يجوا يشوفوا المرتب اللي ضايع على التاكسيات. المرتب بيطير، والعفراتة بتزيد، والخناقات بتكتر، والحالة بتبقى صعبة، الزوج متضايق، والزوجة متضايقة، والأولاد متضايقين لأن المرتب خلاص طار. السؤال، هل بيجي رمضان وتبقى حالتنا بالطريقة دي؟ هل دي حياة ترضي ربنا؟ مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. مش سالتني السؤال؟ لا بس اجاوب بقى سيادتك. اجاوب سيادتك. الاسعار بتزيد، حاله من الجشع وحاله من الطمع، ما بين التجار بيزيدوا في الاسعار، وما بين المستهلك عايز يشتري، وكل بيت عايز يبقى شبه التاني. ليه البيت اللي جنبينا احسن مننا؟ وليه البيت اللي جنبينا يجيبوا مكسرات اكتر؟ وليه البيت اللي جنبينا بيبقى عندهم حلويات اكتر؟ انا عارف ان السفرة حلوة، السفرة حلوة مفيش كلام، بس انتوا لا مؤاخذة عديتوا المينيت شارج بزيادة. يلا انا مش غور انت وهو. يلا يا ما ناس بتتداين، ويا ما ناس بتبقى متعفرتة ومتضايقة، ويا ما ناس ممكن تحاول تتسلف او تعمل اي حاجة في سبيل، بس قدامه حاجة واحدة، انه يكفي بيته من المكسرات والاكل. ربنا يخليك لينا يا رب. اخويا المسلم، هل ده حالة ترضيك؟ اذا كنت حالة انت بتتضايق منها، واذا كنت حالة انت مش راضي عليها، ازاي تتوقع ان الصوم بالطريقة دي والاكل بالطريقة دي والحالة بالطريقة دي ممكن ترضي ربنا؟ تحدثنا الأرقام عن كميات استهلاك جبارة طوال شهر الصيام، ففي مصر مثلا يستهلك الناس مواد غذائية بقيمة نحو 6.5 مليار دولار، فما بين 60-70% من إنفاق الأسر يتركز في شراء الطعام والشراب. الاستهلاك في السعودية مثلا يرتفع ما بين 30-150% حسب دخل كل أسرة، فإنفاق الأسر السعودية في رمضان يعادل إنفاق نحو 3 أشهر فيما سواه، مع ترتفع أرباح التجار ما بين 70-200%، وهناك يستهلك من الفاكهة نحو 35% مما يستهلك طوال العام. البحرين تشهد ذبح نحو 100,000 رأس من الماشية حسب أرقام رسمية، ورقم يعادل استهلاك عدة أشهر. أما في المغرب فقد أضيف فرض رمضان للنشاط البنكي، فرفع حجم الديون الاستهلاكية بنحو 5% عن المعدلات الطبيعية. على هذه الوتيرة إذن يعيش الناس في رمضان، والنقاش يبدأ حالا. ديون، قروض، استهلاك فوق العادي. في شهر واحد بتستهلك اللي يكفي 3 شهور. مليارات الجنيهات بتروح في الأكل والشرب، في استهلاك الفاكهة والحلويات والمكسرات، وكل ده تحت شعار شهر رمضان بيحب الكرم، شهر رمضان بيحب الأكل.
سؤالي ليك يا أخويا المسلم، وهكرر وهقول وأعيد وزيد، هل ده صوم يقبله ربنا؟ لما تتداين وتروح تتسلف، لما تنفق كل المبالغ دي على الأكل والشرب، هل ده صوم يقبله ربنا؟ الصوم الحقيقي يقبله ربنا مش إنك تبذر ولا تستهلك بالملايين الجنيهات في الأكل والشرب. الصوم الحقيقي اللي يقبله ربنا هو صوم النفس وعفة اللسان وطهارة القلب وطهارة العينين، هو ده الصوم اللي يقبله ربنا.